أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية كيا سوبرتاج موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية كيا سبورتاج موديل العربية 2013. العربية بحالة الزيرو تماما، فبريكة من الداخل والخارج ما عدا بابين شمال. الموتور والعفشة بحالة ممتازة جدا. العربية فيها كراسي كهرباء وكمان فيها مرايات ضم وإشارات في المرايا. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2013. سعر العربية 285,000 جنيه. سعر العربية 285,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-62-32-923. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-62-32-923. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في موضوع جديد وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.